أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد. نحن الآن في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة لنتحدث إلى الدكتور منصب العبد جليل عميد الكلية حول قسم الأنثروبولوجيا. هذا القسم وقع أحداثه بالكلية، قسم جديد نأمل أن نلفت انتباه الطلبة إلى هذا القسم والتعريف به أكثر والإشارة إلى أهم الأفاق العلمية والمهنية. خليكم معنا في هذا التقرير. مرحبا، مرحبا بسوس تي في، وأنا سعيد أنكم تهتموا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، وتهتموا أيضا باختصاص. هل الاختصاص هذايا بدأ يفقد قيمته على الناس ما عندهاش وعي به؟ دكتور، قبل ما نحكي على الاختصاص طبعا احنا مش نجيو، لو كان تعرفنا اكثر من هو الدكتور منصب عبد الجليل. المنصب بن عبد الجليل كيف ما تراو عميد كلية الآداب، في نطاق الاهتمامات نتاعو استاذ جامعي درس بالتعليم الثانوي ككل مدرس لمدة 10 سنوات، وعنده الآن خبرة في التعليم العالي، أستاذ تعليم عالي لمدة 32 سنة، أستاذية في العربية. بعد الأستاذية في العربية شهادة نقولوا احنا انتقالية، هي شهادة الكفاءة في البحث في أصول الفقه، ثم شهادة تبريز في اللغة العربية من كلية العلوم الإنسانية والآداب بتونس 9 أبريل، وبعدها دكتوراه الدولة في الآداب العربية وفي اختصاص الحضارة وتتعلق بدراسة الأقليات الدينية بالتركيز على تاريخ أوائل الفرق وما يسمى بالتشيع المبكر. اختصاصي على وجه التخصيص أو على وجه الدقة هو غولات الشيعة في الثقافة العربية الإسلامية، لكن هذا الاختصاص مبحث تاريخي، مبحث زاد في تاريخ العقائد، وفي النهاية يؤدي إلى دراسة مقالات الإسلاميين ويؤدي إلى فهم نشأة المقالات والعقائد والظواهر الدينية التي تنشأ في المحاضن العربية والإسلامية. ما هي أبرز المشاركات الدولية؟ هل كانت لديكم مشاركات دولية، دراسات وبحوث في هذا الغرض؟ موجودة. أول طبعاً إشاع علمي هو أني قضيت سنة بجامعة برينستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تعلمت الأنثروبولوجيا وتعلمت علم الإناثة، وكان التفاعل على غاية من الأهمية فيما يتعلق خاصة بالظاهرة الدينية، ولأول مرة أكتشف دراسات معمقة أنثروبولوجية تخص الأديان الهندية، وهو ما يسمح بفهم الظاهرة الدينية في المحاضن المتنوعة والمختلفة. إلى جانب أمريكا قضيت أستاذ للتعليم العالي ومكلف بالدراسات الأكاديمية بجامعة آغا خان بلندن لمدة 6 سنوات ونص، وكنت أنا المتصور للماستر في الثقافة الإسلامية، وطبعا شغلت مهمة انتداب الأساتذة هناك ومهمة انتداب الطلبة الدوليين من مختلف الدول العربية والأوروبية، مثل ما شاركت في التدريس وصياغة الدروس الصيفية. وربما من أهم الدروس خارج البلاد التونسية درس قدمته إلى سفراء ألمان سيعينون في خلال سنة، سيعينون في الدول العربية الإسلامية، وكان الدرس يتعلق بالحضارة العربية الإسلامية، وكان الدرس يتعلق بالفكر الإسلامي، وكان الدرس يتعلق أيضا بخصائص المجتمعات العربية والإسلامية المجتمعات المعاصرة، وهو درس تمهيدي حتى يفهم السفير الألماني المحاضن العربية المختلفة، وحتى تكون خطته خطة ذات جدوى عندما يعين. إلى جانب ذلك طبعا المؤتمرات، آخر مؤتمر شاركت فيه هو مؤتمر
يسمى فوروم اوف كلتشرز في مدينة بالي بإندونيسيا، وانتدبت للحديث عن علاقة الثقافة بالتنمية، وكنت تقريبا الممثل الوحيد للدول العربية، وكانت المشاركة فخر لتونس أظن، وكانت المشاركة أيضا فخر لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوس. وهذا الاختيار هو مبني على علاقة خاصة كنا قد ربطناها مع الأرخبيل الأندونيسي والجامعات الأندونيسية، وأصبحت كلية الأداب والعلوم الإنسانية تفكر في إنشاء اختصاص جديد سنتحدث عنه ربما من بعد، اللي هو اختصاص الدراسات الآسيوية، ولا نملك أي مختص في هذه الدراسات. وفي هذا المحضن والحال أن أندونيسيا فيها حوالي 218 مليون مسلم، في حين أنه هي 261 مليون آهل وساكن، ومع ذلك لا نعرف عن الإسلام الأندونيسي المعروف بأنه إسلام تعددي وإسلام معتدل وإسلام قادر على بناء رؤى جديدة يمكن أن تتماشى مع الحداثة أكثر مما هو معروف عن الأفكار الإصلاحية بالبلاد العربية. أهم المؤلفات المؤلفات ذات مشارب مختلفة. طبعا العمل الأساسي هو الفرقة الهامشية في الحضارة العربية والإسلامية، وهو العمل الأساسي الذي قدمته لنيل طروحة الدكتوراه، لكن قبله يوجد عمل مشترك مع الأستاذ كمال عمران يتعلق بمحمد بيرم الخامس، وهو بيبليوغرافيا تحليلية. إلى جانب ذلك مجموعة من المقالات والمشاركات، آخر إصدار هو مشاركة مع مجموعة تحت إشراف الأستاذ عبد المجيد الشرفي، المصحف وقراءاته، وهذا أحدث ما تم نشره. إلى جانب ذلك نشرت بألمانيا مساهمة ضمن كتاب جماعي عن مفهوم الحداثة من مختلف الآفاق، واليوم يوجد كتاب بصدد الإعداد سينشر أيضا في ألمانيا، وهذا الكتاب باللغة الإنجليزية أيضا، ويتعلق بكتابة التاريخ، وتحدثت فيما يخصني عن نشأة التاريخ المبكر عند العرب المسلمين، وخصصت تاريخ السيرة كيف كتبت السيرة، وسينشر تنشر هذه المساهمة في كتاب جماعي سينشر لاحقا أو تقريبا في غضون الأسابيع القادمة مع مجموعة من الباحثين العرب والألمان. نأتي الآن إلى فترة رأس كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، عندما أصبحت عميد، منذ متى وأنت عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة؟ انتخبت عميدا لكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة لنيابتين، بداية من 2011، يعني الفترة الصعبة، فترة المنعطف في تاريخنا المعاصر بعد الثورة، ولنيابتين بانتخاب كما تعلمون وكما يعلم الجميع انتخاب أكاد أقول دقيق، و مؤسس على اختيارات وعلى مشاريع تطوير ما في الكلية. وربما عندما كانت النيابة الأولى، كانت عندي رغبة شديدة في تطوير الدراسات الأدبية والإنسانية، وحاولت في فكرة أساسية أولى، حاولت أن أفتح ما بين الأقسام حتى لا يبقى قسم العربية داخل الأداب العربية بالطريقة التقليدية المعروفة مغلق، وحتى لا يبقى قسم الفرنسية كذلك، وقسم الإنجليزية، وقسم التاريخ، وقسم الجغرافيا، هذه الأقسام الخمسة التي ما زالت موجودة وهي موجودة، حاولت أن أفتح ما بينها ما يسمى بالدراسات الأفقية، حتى تتأثر هذه الأقسام ببعضها البعض،
وحتى تتفاعل وحتى تصبح طريقة النظر داخل كل قسم مختلفة عما ألفت ودرجت عليه. الفكرة الأساسية وكانت حلما وكانت وسعت أن كان جميع الأساتذة والمجلس العلمي خاصة الموافق عليها هو إحداث شعبة جديدة، إحداث اختصاص جديد هو علم الإناسة أو ما يسمى بعلم الأنثروبولوجيا. والفكرة التي تحدثت عنها مع الزملاء هي ذات بعدين. أولا، لا وجود في تونس قل وندر أن نجد مختصا في الأنثروبولوجيا، بل نجد أكثر المختصين في علم الاجتماع، وتدرس الأنثروبولوجيا منذ بدايات الجامعة التونسية، تدرس ضمن الفلسفة، والفلسفة هي الأم. من الفلسفة تشتق ثلاث اختصاصات أخرى دنيا: اختصاص علم النفس، واختصاص العلم الاجتماع، واختصاص الأنثروبولوجيا. وتدرس هذه الاختصاصات أحيانا لماما، يعني بصفة متعجلة. بما أنني درست في أمريكا علم الأنثروبولوجيا، وبما أنني كنت محظوظ عندما رافقت عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي المرحوم كليفورد جيرتس وماري دوغلاس، حقيقة شعرت بأن ثورة يمكن أن تحدثها علوم الأنثروبولوجيا، فلذلك سارعت واقترحت وأقنعت. فلهذا ذهبت هذا المذهب لإنشاء علماء أنثروبولوجيين تونسيين مشتقين من الحاجة إلى هذا الاختصاص. البعد الثاني هو أن أجعل من الأنثروبولوجيا زاوية نظر، زاوية فهم، زاوية تفكير، فيصبح الجغرافي متأثرا بهذا المنزع في التفكير، ويصبح دارس العربية متأثرا في بهذا التفكير، وتصبح كل النتاجات أو كل المنتوجات الأدبية واللغوية تفهم من زاوية أنها عبارات ثقافية تؤثر في كل ما يمكن أن يؤديه السامع والمتقبل، وتصبح مسألة التراث وتصبح مسألة الظواهر الحادثة تفهم من زاوية أن نتفهم كيف يفكر الإنسان. إذا أصبحنا على هذه الدراية، على هذه الدرجة من الدراية، فمعنى ذلك أن علم الأنثروبولوجيا سيقدم لنا، سيوفر لنا زاوية نظر هي تحديد طرق التفكير التي نجدها في مجتمع من المجتمعات، يمكن أن تكون مجتمعات تاريخية مثل ما يمكن أن تكون مجتمعات معاصرة. وربما الجديد الذي يجب أن نركز عليه هو أن علم الأنثروبولوجيا لا يهتم فقط بما حدث وبالماضي السحيق، أصبح علم الأنثروبولوجيا اليوم يهتم بالدراسات المعاصرة. ولذلك نجد الأنثروبولوجيا السياسية، ونجد الأنثروبولوجيا الاقتصادية، ونجد الأنثروبولوجيا الأخلاقية، وهذه كلها تتنزل ضمن المباحث المعاصرة التي تهم انتظام المجتمعات المتنوعة والكثيرة التي نعاصرها ونعيشها.